السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. بعد الإلغاء المباراة تاع غومبيا وين الفاف وين تستنكر وين الخطوة تاع الاتحاد، وين قال بلي الخطوة تاع الاتحاد الغومبي قلة احترام. احنا لبك بلي واحد اليامات نلعبوا مع المالي بزاف، لي ماتش اميكو كنا نلعبوا مع المالي بزاف ونلعبوا مع موريتانيا بزاف. الناس الاعلام تاعنا ولا يقول لك كيفاش ما نلعبوش مع فرق عالميه، فرق منا يعني روحوا جيبوا فرق عالميه ولا بريباراسيون ديروها ولا ما عندك ما كاشي. انت تروح تنيغوسي مع منتخب افريقي على فا ما يجيكش. انا الخدات وهدرت يعني في يومين قلت لكم انا ما تلعبوش مع المالي، ماتش اميكال مع المالي، دو ماتش، واحده مع المالي واحده مع كيسموها مع غانا، هيا وصايك. الفرق هذو فرق ما تنجمش ما تامنش فيهم الله. وشاهدنا فانيك جاما بالماضي نهار الخميس قال باللي غادي تلغى، يعني كانت ملغيه، قضيه تاع وقت برك، كانت ملغيه هي اصلا كانت المباراه هذه ملغيه. اصلا كانت ملغيه لعبك مع شوف جابها بالماضي قال غادي تلغى، لونترينر ملي تاعهم قال لك غادي نلغيها، يعني كانت ملغيه من نهار الاول بالك من الاربعاء هي ملغيه، البارتيه ملغيه، مقررين باللي ما تلعبش. ضروا كيولوا التناسق بين الاتحاديه والاتحاديه وصاييك ما كاشي. هي راهي من الاربعاء ملغيه، من الاربعاء يا ودي ما تلعبش هذه البارتيه هذه هي. وين استنكرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خرجت اتحاد الغومبي بإعلانها إلغاء ودية التي كانت مبرمجة أمام منتخب الجزائر أمسية اليوم، وين وصف ذلك بالإهانة وقلة احترام والاحترافية. وقال الفاف في بيان له نشره عبر موقعه الرسمي أن إلغاء مباراة هي في آخر لحظة قلة احترام واحترافية. يعني لي صافي كان نتوما غير اليوم، ماشي غير اليوم، هما ماذا ماشي غير اليوم، ماشي غير اليوم لي صافي كان ماهمش غير اليوم. على ذلك حنا كنا بكري نلعبو بزاف لي بارتي مع من؟ مع المالي، مع المالي نلعبو مع المالي، يعني باينة مالي يجوك يلعبو معاك نورمال عاقلي ما وأشارت الفاف أن الجزائر فعلت كل شيء للعب، وبالماضي استدعى حارس مزل لكي تلعب المباراة. وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن إصدار عدة بيانات قبل إلغاء الرسمي من تصرف غير لائق، مشير أنه سيطلب بتعويض التكاليف التي تكبدتها الاتحادية. واختتمت الفاف سنتخذ خطوات لازمة للتنديد بموقف المهم من جانب الغومبيا. الكاميرون مشي صهدناهم، كاميرون صهدوا هذا العام، فاني كان صهدوا. واختتمت الفاف سنتخذ خطوة لازمة للتنديد بموقف المهم من جانب غومبيا. وأعلنت اتحادية غومبيا لكرة القدم عن إلغاء المباراة الودية التي كانت مبرمجة أمام منتخب الجزائري أمسية اليوم. المهم، وجاء إلغاء المباراة الودية بسبب نقص تعدد المنتخب الغومبي بسبب إصابات عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم توفر التشكيلة على حارس جاهز للمباراة. كان المدرب غومبيا قد أكد أمسية الجمعة أنه لا يملك إلا 14 لاعب، وإن التعدد لا يمتلك حارس مرمى بما أن الحارس الأول مصاب والثاني مريض، وهو ما فتح الباب للحديث عن إمكانية إلغاء المباراة الودية قبل أن تعلن الاتحادية الغومبية عن إلغائها رسميا. يعني صباح القيصر 10 ولا علنوا عليها بلي غادي ما يلعبوش، وهي كانت باينة من نهار الأربعاء، كانت باينة بلي ما يلعبوش، كانت من الأربعاء كانت باينة. على هذيك نقولوا بلي ودي لازم بنادم كي يدير مباراة ودية لازم يقرا لها كاع النقاط تاعها، يقرا لها كاع النقاط تاعها. شوف لا دانيال ميني تا موجد منا ماشي ملاح هذو الصوالح، على بالكم هذو الصوالح والله ما ملاح، ما يخدموناش هذو الصوالح على بالكم.
نقول لكم الصوالح كاع ماشي بلاح، على هذيك نقولوا بلي المهم حنا ما خاصين والو، اللعابه راهم في البريباراسيون تاعهم، راهم يخدموا، راهم في المعسكر تاعهم. نطلبوا ان شاء الله ما تكونش كاينه الاصابات وحدة اخرى ان شاء الله في هذه كورونا هذه، ما عرف كيف خرجت هذه الخطره هذه، خرجت بقوه في المنتخبات الافريقيه كانه امر مدبر من اجل الغاء، ما زالوا الناس يحوسوا على الغاء كاس افريقيا، لا بغات بنهار قبل يلغوه، لا بغات بنهار ويلغوه. هذه حية هذه بزاف على بالك، اصابات في المنتخبات، كيف اللعابه في الانديه تاعهم ماشي مصابين، ايوا كي جاوا لافريقيا مصابين، هذه حية ما فهمناهاش حنايا، ما فهمناهاش والله ما فهمناها، وين ولاو يحوسوا يقوفلوا باللي هو كاين اللي راه مصاب صبعو ولا ظفرو طاير ولا كورونا كورونا كورونا، كاين لي لاغريب كورونا، كاين لي لاغريب ضرباتو قال لك كورونا، كاين لي دخل ينقص من الوزن تاعو قال لك كورونا رغم انه دخل ينقص من الوزن تاعو، كاين بزاف على بالك، ما على بالك هنا نديرو نقطة، بنادم بنادم ما يروحش بعيد بصح نديرو نقطة باللي يا ودي راهي الامور راهي انا تبان لي امور مدبرة، امور مدبرة من اجل الغاء. يعني تشوف كيفاش هذا انفرتينو وين اصبح يسوق يسوق قاطع قاطع تاع جبناء تاع رؤساء اتحاديات افريقيه، كي تروح تشوف نتايا لاميريك لاتين هذوك عندهم 10 تاع منتخبات كل عام يديروا كوبا امريكا يعني ويدوا اللعابه تاعهم 15 يوم قبل، وحنايا عندنا 55 صوت 55 قادرين نقلبوا السوق، السوق يقلبوه يعني مؤثرين بصح، يعني قطه كيما نقولوا حنا قاطع غنم قال يجي سوقهم بسبب خونه مرتزقه، يعني منبطحين بزاف صوالح مكاش الراجل هذو كيشوفوا نورمالمون. انفرتينو يخاف من لافريك، نورمالمون يخاف من لافريك، انفرتينو نورمالمون يخاف من لافريك، نورمالمون ما يحضروش، ولافريك وجاو متحدين 100% ما يصراش هاد الصوالح. شوف صرا شو كيصرا، الو قول بلي عندي كورونا، قول عندي 10 كورونا، قول تايا قول عندي 6، خاص داروا كاع صوالح، الغوها اجلوها مكاشي، ايا دخلوها كورونا كماصا، هذاك عنده 5 كورونا، هذاك عنده 10 كورونا، ويا كاع مكاش منها، كاع مكاش منها، مكاش كاع كورونا في الاندية في المنتخبات الإفريقية اللي غادي يشاركوا، مكاش كاع كورونا، كاع كورونا مكاش. هيا نعطيكم التالية، هذه كورونا كاع مكاش في المنتخبات، خلينا المرض هذا مرض، بصح في المنتخبات الإفريقية اللي غادي تشارك في كأس إفريقيا مكاش كاع كورونا، أمر مدبر دبر في الليل كما يقولك، أمر دبر في الليل، يعني راهم جات الكاميرون جا إيتو صامت صامت إيتو صامت صابو إيتو صامت، دخلوها له في كورونا هما صابو إيتو صامت، مجد لهم الكيران مجد لهم مجد لهم كلش، يعني هما ما راهم صايبين كي يديروا، هذه من أجل أوروبا فقط، هذه من أجل أوروبا، نورمالمون حنا راهي عندنا كاين 55 اتحادية، يعني عندها مؤثرة على بالك تأثير كبير سي محمد، تأثير كبير، شتي 55 يقلبوا يقلبوا على بالك يقلبوا لوروب يقلبوها الفيفا تنقلب، بصح لما نعاود هاو لما انت هادو كيما يقول لك ما شنو يدير لهم، الله غالب الله غالب، الناس هادو هما يبغوا اللي يحكم فيهم، هادو لي زافريكا يبغوا واحد يحكم فيهم، ما تبان كون ما يجيش واحد يحكم فيهم تبان لهم بلي كاع مشاو عايشين كاع في الدنيا هادي، هما كيما هكا لازم يسيب واحد يحكم فيه. حنا المهم المنتخب نعاودو نولو نتكلمو على المنتخب الوطني الجزائري وين راه في الطريق الصحيح، ما تلعبتش مباراة نورمال عادي، حنا نحوسو على نحوسو على المجموعة تكون مليحة لي زونترمون، يلعبو ماتش تاع غانا، إلا ما لغاوش الماتش تاع غانا فاني يلعبو الماتش تاع غانا،
ايوا ولو 11 ان شاء الله ربي يجيب الخير.